كما شهدت مديرية الشمعتين في تعز تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وأبناء مدينة القدس المحتلة إزاء ما يتعرضون له من انتهاكات تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في المسجد الأقصى وغزة وحي الشيخ جراح ومساعيها لتهجير الفلسطينيين وإخلائهم من منازلهم. وأكد المتظاهرون رفضهم كافة الممارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة من قبل قوات الاحتلال، منتقدين صمت العالم المخزي تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم وتجاوزه قواعد القانون الدولي. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات باركوا فيها الصمود الإسطورية لأبناء غزة أمام الكيان الصهيوني الغاصب ومقاومتهم من أجل الانتصار للقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية. وللمزيد أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا مراسلنا من تعز أيمن قائد. أهلا بك أيمن، إذا أنقل لنا صورة المسيرات الشعبية التي خرجت في مدينة تعز تضامنا مع الشعب الفلسطيني. أيمن هل تسمعنا؟ صباح اليوم، وشارك فيها المئات من أبناء مدينة تعز. جابت هذه المسيرة عدد من الشوارع وسط المدينة بعد أن دعت إليها الهيئة الشعبية لمناصرة فلسطين في المحافظة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالجرائم الإرهابية التي تمارسها قوات الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والقدس الشريف والشيخ جراح من قصف وقتل وتهجير واعتقالات وهدم المنازل والمباني والاعتداء على الطواقم الطبية والصحفية. كانت هذه المسيرة امتدادا لسلسلة من المواقف في البلاد والتي أوضحت موقفها من القضية الفلسطينية والأحداث الأخيرة، كما أنها تأتي امتدادا لسلسلة من التظاهرات والوقفات التضامنية التي نفذها أبناء المدينة خلال الأيام الماضية الأيام القليلة الماضية. نعم، خلال هذه المسيرة رفع المشاركون لافتات عدة عبروا فيها عن مناصرتهم للشعب الفلسطيني وتأييدهم للمقاومة الفلسطينية وكذلك رشقاتها الصاروخية التي ترسلها لاستهداف مواقع إسرائيلية ردا على ممارسات الكيان الصهيوني على المدنيين في غزة. كما ردد المشاركون في المسيرة شعارات استنكروا فيها كل مساعي التطبيع مع إسرائيل من قبل أي دولة عربية باعتبار التطبيع خيانة عربية إسلامية وتفريطا بالمقدسات الإسلامية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقيدة، ورغم الأزمة السياسية والعسكرية والمعيشية والإنسانية التي تعيشها المحافظة إلا أنها حضرت اليوم كما حضرت في الأيام الماضية للتأكيد على أنها جزء لا يتجزأ من الجغرافيا العربية وللتعبير عن موقفها الواضح من الأحداث في المستجدات الأخيرة في فلسطين. بيان المسيرة التضامنية أيضا اليوم أشار إلى نقطة هامة وهي أنه بالتزامن مع إحياء التضامن مع الشعب الفلسطيني فإنه يؤكد أن من يضرب الشعب اليمني ويوجه صواريخه إلى المدن ويقتل الأطفال وينتهك كل الحرمات فإن هذه الممارسات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابيه تتشابه الى حد كبير مع ممارسات الاحتلال الصهيوني، وانه لا يمكن للميليشيا الحوثيه التي تعمل الان على استغلال القضيه الفلسطينيه للتربح والكسب على حساب معاناه المدنيين، لا يمكن ان تزايد بدعمها على حساب المدنيين والابرياء، كما ان القضيه الفلسطينيه ليست ورقه لتنظيف الجرائم الفظيعه ضد الشعب اليمني والشعوب العربيه، ولن تكون عمليه غسل لايادي ووجوه تلصقت بالدماء والاطفال طيله السنوات الماضيه. نعم، مراسلنا من تعز أيمن قائد نشكرك جزيل الشكر.